لا تقبلون غير العراق. حفظ الله العراق وحفظ الله العراقيين. على خلفية تصاعد حدة الخطاب الطائفي إثر مقتل قائد عسكري في الطارمية شمالي بغداد، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى إعادة الطائفية. لم يعتمد الكاظمي على وزير أو مستشار، ولم يتح الفرصة للأحاديث التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن أهل الطارمية بإحداث شرخ طائفي من جديد سبق جميع الأحداث وقطع الشك باليقين. جلس هنا بين أهل الطارمية ليطمئنهم بأن الدولة للجميع وأن زمن الطائفية قد انتهى إلى غير رجعة. أنا اليوم بين أهلي أهل الطارمية، وأنا اليوم ابنكم موجود بينكم. أنتوا أهلي وبيتكم بيتي، وسلامتكم سلامتنا. الله يسلمك ويعزك. أنا موجود بينكم اليوم لأن وصلت لي أخبار عن تجاوزات على أهل الطارمية. لم يخفى على الكاظمي رجل الدولة أن ما حدث في الطارمية على علاقة وثيقة بفكرة الانتخابات المبكرة وسرقة أصوات الناخبين، مخاطبا الأهالي بألا يسمعوا لمن يحاول خطف أصواتهم الانتخابية. نية الحكومة عن إعلان انتخابات مبكرة خلت البعض يزايد ويحاول يخطف أصوات أبناء الطارمية تحت عناوين مرفوضة. قضينا على الطائفية ولا نريد إحياء الموتى. أهل الطارمية أهلنا، وأنا رئيس وزراء لكل العراقيين. ووجه الكاظمي سؤالا إلى المحتشدين حوله من أبناء القضاء حول حقيقة تعرضهم إلى اعتداءات وإعدامات وتجاوزات، غير أن الأهالي ردوا بالنفي على ذلك. أسأل سؤال، إذا أكو إعدامات أو اعتقالات أو تجاوزات هاليومين بسبب استشهاد العميد البطل علي حسن غيدان، قولوا لي. لا ماكو هالشيء ابدا. هذه اتهامات باطل. اطلب من الدعاء العام ان يفتح تحقيق بهذه الاتهامات الخطيره. لا شك ان التحديات امام الكاظمي كثيره، لكن يبدو ان مفهوم اللا دوله الذي يسعى البعض الى استمرار نهجه ولا الى غير رجعه في ظل الاجراءات السريعه والرسائل شديده اللهجه التي يوجهها الكاظمي للمجاميع المسلحة.